السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشارك معاكم قائمه الكوتش مجيد بوغره للمنتخب المحلي، وراح اجيب عن جميع الاسئله التي وصلتني في الفتره الاخيره، واحاول ان ابرر جميع يعني اسباب اللاعبين الذين يعني تم استبعادهم من هذه القائمه، علاش تغيبوا، وعلاش الكوتش مجيد بوغره ما استدعاش لاعبي المنتخب الوطني الجزائري على غرار يعني بغداد بنجاح ويوسف بلايلي، وايضا عندنا حتى حارس المنتخب الوطني الجزائري الاول اللي قادر يستدعيه الا وهو رئيس وهاب بولحي. كل هذه الامور ساجيب عليها ان شاء الله في هذا الفيديو، وايضا ساشارك معكم اخر اخبار محترفينا وخبر جد محزن لقائمه الكوتش جمال بلماضي، لانه جمال بلماضي اعزائي المشاهدين خسر لاعب وذلك بشكل رسمي في قائمته للمباريات المؤهله لمونديال قطر سنه 2022. على العموم اعزائي المشاهدين، اليوم اصدر لنا الكوتش مجيد بوغره وايضا الاتحاديه الجزائريه لكره القدم عن قائمه تضم 26 لاعب للمنتخب المحلي الجزائري الذي يقوده مجيد بوغره، هذا المدرب لهذا المنتخب المحلي، يعني لمباراتي كل من يعني بوروندي وايضا مباراه سوريا التي هي وديه. مباراه سوريا ستقوم اعزائي المشاهدين في اليوم 26، بينما ايضا مباراه بوروندي ستكون يوم 29 من هذا الشهر بطبيعه الحال. اما الاسماء التي استدعاها الكوتش مجيد بوغره، عندنا غايه مرباح يعني لاعب نادي شباب الوزداد، وايضا عندنا بنبوط لاعب شباب جياسكا، وايضا اعزائي المشاهدين عندنا لاعب شبيبه الصاورو سعيدي. يعني عندنا هؤلاء اللاعبين في قائمة الكوتش مجيد بوغره في غياب يعني واضح كوضوح الشمس لنجمنا الجزائري لاعبه يعني نادي أولمبي المدية ألا وهو عبد الرحمن مجادل. فممكن كان من المتوقع أن عبد الرحمن مجادل يكون من هذا الثلاثي، ولكن تغيب ذلك بشكل رسمي. فأنا أعتقد وذلك بشكل كبير جدا أنه هذا اللاعب سيكون تحت تصرف الكوتش جمال بلماضي، لأنه عندنا أحد اللاعبين راح بدون نادي في حراسة المرمى ألا وهو يعني عز الدين دوخة، فممكن أن هذا اللاعب سيكون بديل لعز الدين دوخة، والله أعلم. أنا أرى بلي أنه هذا هو هذا السبب هو اللي اقنعني طبيعة الحال. أما في بالنسبة لخط الدفاع عندنا العوافي بن عيادة وأيضا بوغرة وأيضا دباري لاعب وفاق سطيف، وايضا عندنا كداد العماره لاعب مولوديات يعني الجزائر، معاد حداد لاعب مولوديات الجزائر، وايت عبد السلام بطبيعه الحال. في خط وسط الميدان عندنا بن عبدي وايضا ذبيح، وايضا عندنا مريزق، وايضا لاعب شباب بالوزداد دراوي، وعندنا ايضا اعزائي المشاهدين بوعاليا، وايضا بن حموده قندوزي، وقاسي لاعب شبيبه القبائل. خط الهجوم عندنا بالخير مسعودي بوتمان، وايضا اعزائي المشاهدين عندنا بن سايح، وايضا دغموم بولبينا. بولبينا زي المشاهدين لو تتذكرون هذا اللاعب تألق بشكل كبير جدا في منتخب الوطني الجزائري تحت العشرين سنة في بطولة كأس العرب. فقلت لكم يعني انه الكوتش مجيد بوغره سيلجا، هذه واحد الشهر من اللي قلتها لكم اعزائي المشاهدين، قلت لكم لانه بما ان العديد من اللاعبين ذهبوا لكي يحترفوا في الانديه الاوروبيه وفي الدوري الاوروبي، سيلجا مجيد بوغره الى يعني المنتخب الوطني الجزائري الذي هو في العشرين سنه، يعني لانه عندنا منتخب ما شاء الله عليه يزخر بالعديد من المواهب، فخاصه ان هذا اللاعب صعد الى الفريق الاول لنادي بارادو مؤخرا، فلهذا استدعاه الكوتش يعني مجيد بوغره. بينما ايضا عندنا لاعب نادي بارادو الاخر زروقي. كانت هذه هي قائمة الكوتش مجيد بوغره للمباريات الودية يعني القادمة بطبيعة الحال أمام سوريا وأمام كل من يعني بوروندي. فشفنا العديد من الغيابات صراحة. فلماذا الكوتش مجيد بوغره لم يستدعي لاعبي المنتخب الوطني الجزائري الأول؟ لأنه بطبيعة الحال وببساطة المنتخب الوطني الجزائري عنده مباريات مهمة جدا، ألا وهي التصفيات المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022. فهذه حاجة باينة، الكوتش مجيد بوغره لن يستدعي لاعبي المنتخب الأول، وأيضا لاعبي المنتخب الأول لن يكونوا متاحين لهذا الفريق. وممكن حتى ولو كان ما راحش يلعبوا يعني مباريات مؤهلة لمونديال قطر، فأعتقد بلي أن الكوتش مجيد بوغره لن يستدعيهم أبدا، بل سيستدعي فقط لاعبي البطولة الوطنية فقط، هذا حسب رأيي الشخصي. أما بالنسبة زي مشاهدين للاعبين الآخرين، كل من يعني زرقان غشة وأيضا زي مشاهدين عمورة، هؤلاء اللاعبين كلهم احترفوا في الأندية الأوروبية وذلك بشكل رسمي. عندنا آدم زرقان انتقل إلى نادي شارلوروا، حسام الدين غشة انتقل إلى أنطاليا سبورت، بينما أيضا زي مشاهدين محمد الأمين عمورة سينتقل، أو نقدر نقول بأنه رسميا انتقل إلى نادي لوغانو الذي ينشط في يعني الدوري السويسري. كل هؤلاء اللاعبين ما راحش يكونوا يعني في قائمة الكوتش مجيد بوغره. وأيضا عندنا بعض الأندية مثل ما أكد لنا يعني الكوتش مجيد بوغره، عندنا بعض الأندية لم تسرح لاعبيها من أجل الانتقال والعودة إلى المنتخب الوطني الجزائري المحلي من أجل يعني عمل هذه المباريات. فنتمناو للكوتش مجيد بوغره كل التوفيق في هذه يعني المباراتين الوديتين.
أما بالنسبة لمحمد أمين عمورة كانت عنده بعض التصريحات، صرح قائلا بطبيعة الحال لكي يؤكد لنا التحاقه بالنادي السويسري، قائلا سأظل أعمل كأي لاعب من أجل بلوغ مستوى أعلى، كنت أتمنى الاحتراف في بطولة فرنسية ولكن المكتوب يعني قادني إلى سويسرا، أتمنى النجاح في مشواري بالبطولة السويسرية مع فريق لوغانو، وسأقدم كل ما لدي وأعمل على تطوير مستواي، هدفي بلوغ المنتخب الوطني الجزائري الأول قبل كل شيء وإقناع المدرب جمال بالماضي، ويلزمني عمل كبير جدا. فهذا اللاعب يعني ما راحش يكون مع المنتخب الوطني الجزائري المحلي بطبيعة الحال. أما بالنسبة لقائمة الكوتش يعني جمال بالماضي، عدنا أحد اللاعبين وذلك بشكل رسمي لن يكون حاضر في قائمة المنتخب الوطني الجزائري، مثلما أكد لنا فريق نادي ميدز رسميا لاعب المنتخب الوطني الجزائري ألا وهو يعني فريد بولحية سيتغيب وذلك بشكل رسمي، وما راحش يتدرب مع فريقه لمدة 10 أيام، وطبعا هذه المدة يعني راح تشكل عائقا لهذا اللاعب أن ينتقل إلى المنتخب الوطني الجزائري والعودة إليه، حيث صرح مدربه قائلا فريد بولحية لن يكون قادر على التمرن سوى بعد 10 أيام، وهذا اللاعب لن يكون أساسي ولن يكون في قائمة الكوتش يعني جمال بالماضي وذلك بشكل رسمي. هذا اللاعب يعني قدم مستويات كبيرة، كان ماذا بينا نشوفه في قائمة الكوتش جمال بالماضي، ولكن يعني للأسف الشديد تعرض لإصابة، فتمنية له بالشفاء العاجل. بينما أيضا في الدوري الفرنسي تحديدا عند نادي مونبولي، أكدت لنا العديد من التقارير الفرنسية بعد هذه المباراة لنجمنا الجزائري أندي ديلور الذي تألق فيها، سجل هدف برأسية جميلة وأيضا قدم تمريرة حاسمة، يعني في هذه المباراة بعد خروجه يا المشاهدين يعني هنالك لحظات مؤثرة، وطبعا يعني العديد من المواقع والتقارير الفرنسية أكدت لنا بلي أنه هذا اللاعب سينتقل من نادي يعني مونبولي، وكانت هذه المباراة الأخيرة له في هذا النادي، والله أعلم. أنا بالنسبة لي يعني أعتقد بلي أنه راح يبقى، ولكن هنالك العديد من العروض هطلت على هذا اللاعب، فممكن أنه سينتقل إلى نادي نيس الذي عرض عليه وذلك بشكل رسمي الانتقال إليه، وذلك ب10 ملايين يورو. فقولوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات، ما هي أفضل وجهة لهذا اللاعب، البقاء أم الرحيل إلى النادي الفرنسي ألا وهو أعزائي المشاهدين يعني نادي نيس الفرنسي. فإذا انتقل هذا اللاعب إلى نادي نيس الفرنسي سيكون عندنا 3 لاعبين جزائريين في فريق واحد ألا وهو يوسف عطال وأيضا هشام بوداوي وأيضا نجمنا الجزائري أندي ديلور. انتم خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات رجاء أعزائي المشاهدين حول هذا الخبر بالتحديد. فكان هذا فيديو اليوم، أخبرونا آراءكم عن قائمة الكوتش مجيد بوغرة، ما رأيكم فيها؟ هل تتوقعون أنه راح تكون عندنا أرقام جيدة خاصة بهذه القائمة، وخاصة في ظل غياب العديد من اللاعبين المهمين في قائمة الكوتش مجيد بوغرة؟ اكتبوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات، وطبعا هذه فرصة للاعبين الجدد الذي استدعاهم الكوتش مجيد بوغرة لكي يتألقوا ويبرهنوا على يعني علو كعبهم. فكان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.